نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه التغطية الحية والمباشرة معكم من موقع صدى البلد. أهلا بكم. الأمطار تضرب الإسكندرية ودرجات الحرارة تنخفض 8 درجات دفعة واحدة هذا الأسبوع، وشبورة تتكون على معظم الطرق. فما تفاصيل حالة الطقس اليوم وما هي التفاصيل خلال الأسبوع المقبل هو ما سنعرضه لحضراتكم من خلال هذه التغطية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء على البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا، فكشفت الأرصاد أنه سيسود طقس لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتشهد درجات الحرارة تراجعا خلال ساعات الليل بقيمة 8 درجات على القاهرة مقارنة بدرجة الحرارة نهارا، إذ تسجل العظمى على القاهرة 29 درجة بينما تهبط إلى 21 فقط في الليل. أما عن الظواهر الجوية، فكشفت الأرصاد أنه تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء. وكشف خبراء الأرصاد عن فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، وقالت إن البلاد تتأثر بالأجواء الخريفية ودرجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية. وأوضحت أيضا أن هناك فرصا لتساقط الأمطار على بعض المحافظات وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، متابعة لا توجد أي فرص لتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية، وإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 29 درجة مئوية، ولذلك سيكون الطقس خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى. ونوهت بأن درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح مع غياب أشعة الشمس لتصل إلى 17 درجة مئوية، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح ولكنها غير محملة بالأتربة، وأن البحر الأحمر والمتوسط مؤهلان لكافة أعمال الصيد والتنزه، محذرة من تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام الماضية. ونصحت المواطنين باصطحاب جاكيت خفيف وارتداء الملابس الخريفية الخفيفة، وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر. وفي نفس السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها عن حالة الطقس الآن في الإسكندرية، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال الوجه البحري ما بين متوسطة وخفيفة، محذرة من الاقتراب من أعمدة الإنارة منعا لحوادث الصعق والاحتماء بمداخل العمارات أثناء سقوط المطر، والقيادة بسرعة هادئة وتشغيل المسبحات والانتظار وترك مسافات آمنة حفاظا على أرواح المارة والركاب. ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. كما حذرت أيضا الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث يكون لطيفا في أوله ومائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة على معتدلة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبحسب الرسم البياني لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع، فإن أعلى درجة حرارة عظمى ستشهدها البلاد هي 34 درجة مئوية على جنوب الصعيد، وأقل درجة حرارة صغرى ستكون 17 درجة مئوية. كما أن هناك أيضا احتمالية سقوط أمطار الخميس المقبل بحدة من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية. ونختتم مع حضراتكم ببيان درجات الحرارة اليوم، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية 27 درجة مئوية، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية، أما شمال الصعيد 30 درجة مئوية، وتصل 34 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية، أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.